بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لي الاستفسارات عديدة حول موضوع العفو الشامل. أود أن أبدأ بالآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه سبحان الله تتكرر معانا بشكل دوري، وكل ما صار حدث نزداد يقينا وإيمانا بهذه الآية، لأن هذا نشوفه الآن موجود تقريبا في كل قضية. وأيضا يعني ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ما يحدث الآن للأسف من انحدار مستوى الحوار في بعض الأحيان أمر أعتقد يرفضه كل أبناء الشعب الكويتي. من حقك أن يكون لك رأي، ومن حقك أن تدافع عن رأيك، ومن حقك أن تحاول إقناع الآخرين، لكن ليس من حقك الإساءة للآخرين، ولا من حقك النيل من وجهة نظر الآخرين. لذلك أنا أشوف هناك أزمة مفتعلة فيما يتعلق في موضوع العفو الشامل، وهناك معارك وهمية القصد منها خلق أبطال وهميين. وراح أجيكم ببساطة وبسلاسة وبتسلسل للي حصل. لما يشتكي البعض من أن كيف اللجنة التشريعية تدمج الاقتراحات في تقرير واحد، أولا أنا بقول لكم ليش مفتعلة القضية. اللجنة التشريعية دمجتهم في تقرير واحد، أو اللجنة التشريعية اللي نفترض العكس أن أرسلتهم مفصولين قانون ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين. بالنهاية القرار لمن؟ القرار للمجلس. يعني لو اللجنة التشريعية أرسلت القوانين منفصلة والمجلس قرر دمجها، ماذا سيكون الأمر وطريقة التصويت؟ مدموجين. والعكس كذلك، إذا كانت اللجنة التشريعية دمجتهم وهناك من يرى بأن يجب أن يكونوا مفصولين فالقرار للمجلس. فليش خلق هذه المعارك والأزمات الغير حقيقية؟ أنا بوجهة نظري لأنهم يريدون خلق أبطال غير حقيقيين وأبطال وهميين. أرجع إلى الإجراءات اللائحية، أنا قلتها مرارا وتكرارا، أنا ملتزم بالدستور واللائحة. قناعتي الشخصية شيء، وما أطبقه وفقا للدستور واللائحة شيء آخر. قناعتي الشخصية مثلا أن القوانين هذه كلها غير دستورية، لكني لم أمتنع عن إحالتهم إلى اللجنة التشريعية كما جاء في اللائحة. اللجنة التشريعية هي التي صوتت ودمجت ثلاث اقتراحات في البداية، وبعدها دمجت الاقتراح الرابع لهم، لأن من وجهة نظرها أن كل هذه الاقتراحات مرتبطة بموضوع واحد وهو العفو الشامل وفقا لمادة واحدة في الدستور. وإن اختلف الأطراف، الآن من حق الواحد أن يختلف وجهة نظرة مع اللجنة، وأنا راح أقول لكم عن رأيي الشخصي في هذا الأمر، بس مش من حقك أنك أنت تطعن في الكل. اللي يسأل يقول كيف رفع التقرير وبعد ذلك انضم الاقتراح الرابع إلى التقرير؟ الجواب ببساطة، إلى أن يدرج التقرير في على جدول الأعمال من حق اللجنة أن تضيف، أن تحذف، أن تزيد، أن تفعل ما جاء. مو رئيس اللجنة، اللجنة وفقا لقراراته، وهذا ما حدث. وأنا أستغرب أن الاقتراح الرابع قدم بصفة استعجال، يعني مقدمين طلبوا الاستعجال، فبالتأكيد المقدمين ما راح يزعلون إذا استعجل هذا الأمر، لأنهم مقدمين بطلب استعجال. إذا كانوا لا يريدون لهذا الاقتراح أن ينضم إلى التقرير، كان الأولى بالانتظار المناقشة وانتظار التقرير يدرج. اللائحة واضحة، قبل لا أن يدرج من حق اللجنة أن تزيد، أن تضيف، أن تعمل ما تراه مناسب وفق اللائحة. إذا أدرج هناك مواد أخرى تنظم هذا العمل، يجب أن يسحب به قرار من المجلس وليس الرئيس. بالنسبة لبعض الأخوة الأفاضل اللي يقولون لا، على الرئيس أن يعيد التقرير إلى اللجنة، أنا أقول حاضر، عدلوا اللائحة وعطوني سلطة إعادة التقارير التي أريد أن أعيدها وترك التقارير التي أريد أن أتركها، ونقل السلطة هذه من المجلس إلى رئيس المجلس، بعد ذلك أنا أعيد التقرير. لكن سيبقى الأمر عند تقدير الرئيس، وأنا لو طرح هذا التعديل على اللائحة سأصوت ضده، لأن إذا أنتم مشكورين واثقين فيني وبتخلون السلطة التقديرية عندي كرئيس، أنا أتكلم على المدى البعيد في المستقبل، يمكن ما أي رئيس تثقون أنتم فيه. فبالتالي إذا كنت تريدون من الرئيس أن يعيد التقارير كيفما يشاء وفق ما يشاء، لأن ما حد يقدر، اللي أنت ترى دستوري أنا أرى غير دستوري،
اللي انت ترى صح انا ارى غلط، اللي انا ارى غلط انت ترى صح. فالان انا اطبق لائحه ودستور، اللائحه لا تسمح باعاده اي تغريد، ناهيك عن ان انا اعتقد بان ما قامت به اللجنه التشريعيه صحيح، هذا رايي، لكن انا ما افرض رايي على الاخرين. اي الان الى كل ما اثير للاسف يعني ما هو صحيح. التقرير مثل ما قلت لكم إضافة الاقتراح الرابع هذا أمر صحيح، الدمج يأتي إلى المجلس، المجلس هو من يقرر الفصل من عدمه. تي أنت تبي رأيي الشخصي، أنا أقول لك رأيي الشخصي، أنا رأيي الشخصي في القانون واضح وراح أجي عليه. رأيي الشخصي في موضوع الدمج والفصل برأيي الأفضل هو أن يصوت على كل قانون على حدة، لكن مو بمزاج الرئيس ولا بمزاج أي أحد ثاني، بقرار من المجلس وناخذ القوانين وكل واحد يصوت برأيه على كل قانون، اللي ينجح ينجح واللي يسقط يسقط. أما رأيي الشخصي اللي تبي تعرفونه أنا واضح وبالعلن وقلتها سابقا والآن ولاحقا والله الحمد، يعني لا ترهيبهم ولا ترغيبهم ولا المسبات ولا التغريدات اللي يكتبونها ويعطونها البعض ينزلها بتأثر فيني لا يمين ولا يسار. أنا أقول العفو يطلب ولا يفرض، يطلب من صاحب السمو ولا يمكن أن يفرض بأي حال من الأحوال. بتقول لي أنا من حقي وفق الدستور، نعم من حقك، نعلم هالأمر ما اختلفنا وياه، من حقك، ولذلك أنا أحلت الإحالات إلى اللجنة التشريعية، ما حد قال مو من حقك تقدم، لكن النتيجة بعدين وين؟ إن كنت أنا أعتقد أنه ما في أغلبية، هذا اعتقادي، لكن أنا بروح كل الافتراضات. لو كان في أغلبية بسيطة ومررت بأغلبية بسيطة، إن لم تكن بموافقة عذرة صاحب السمو سوف يرد، وبالتالي لا يمكنك أن تفرضه، لنفرض عندك أغلبية خاصة، لنفرض عندك كل المجلس وتم رد من قبل الحكومة وبالتالي أنت صوت عليه مرة ثانية في المجلس، أيضا بإمكان حضرة صاحب السمو حل المجلس وقت ما يشاء وفق تقديره، ما راح يكون في شيء غصب. وهذا الاستعراض وخلق البطولات الوهمية والمعارك الغير حقيقية لا يفيد البلد ولا يفيد أحد. وأنا أعرف بعض الأخوة النواب يمكن قالوا كلام هم من داخل مو راضين عليه ولا يقبلون فيه، لكن نعذر من نعذر ونقدر الناس اللي كانوا في السر وفي العلن واضحين بنفس المبدأ ونفس بالتالي طريق العفو عن طريق صاحب السمو، غير ذلك إجراءات دستورية ولا أحية نمشي فيها. بس لا أحد يقص على الناس، اللي يبي النتيجة هذا هو الطريق اللي مشوا فيه الأخوة الأفاضل دكتور فهد الخنة، دكتور ولي الطبطبائي، راشد العنزي، الأخوة الآخرين كلهم اللي راحوا، والاعتذار من صاحب السمو من شيمة الرجال ما هو عيب، يكبرك ما يصغرك انك انا اي ابي افرضه بقانون في المجلس. هذا هو رأيي الشخصي، هل فرضت على الاخرين؟ لا ما فرضت. هل نقلل من رأي الاخرين؟ لا نحترم رأيهم، هم لهم وجهة نظر مقتنعين فيها، احنا لنا وجهة نظر اخرى مقتنعين فيها، لكن محاولة الهجوم او الطعن او الكذا ما يعني، حتى اللي قاعد يحاول يدير المشهد ويبي يصير هو البطل القائد وهو برا، زين تعال داخل ايش حقك قاعد برا تبي تقود هذا، بعدين بدال لا تدق عليه كل النواب، حتى انا يمكن داق علي بالغلط، وتستجدي النواب واحد واحد وفي انت في حاله يرثى لها، روح اعتذر من والدك، اعتذر من حضره صاحب السمو مثل ما اعتذروا الاخرين. هذا العفو اللي سعينا له كلنا، وانا جزء من هذه المساعي بفضل الله سبحانه وتعالى مع مجموعه من النواب، واللي ينكر هذا الامر هو غير صادق. سعينا في العفو الخاص لان نبي العفو، والتصويت بكره مش مع عفو ولا ضد عفو، مع طريقه العفو. مع كل ذلك ترتيب الجلسه اعرف بان هناك من يحاول ان يخرب الجلسه ولن يستطيع، من يريد ان يبدي وجهه نظره باحترام وبادب والتزاما بالدستور واللائحه هذا حقه وسيعامل بالمثل، من يريد أن لا يحترم نفسه سيواجه باللغة التي يفهمها. الدستور واضح واللائحة واضحة، وبالنهاية التصويت للأغلبية، ما عدا ذلك كلها قرارات مجلس، هل يناقش باسر ولا لا قرار مجلس،
هل بيصوت عليه بشكل مفصول أو مدموج؟ قرار مجلس وليس قرار رئيس. الترتيبات اللي موجودة كلها بقرارات من المجلس، وستدار كما ديرت الجلسات السابقة وفقا للدستور واللائحة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إن شاء الله للجميع، وفي نهاية المطاف هو قانون بالنسبة للبعض أولوية وبالنسبة للبعض الآخر ليس أولوية، أدرج على جدول الأعمال. اللي يسأل ليش ما أدرج الجدول في الجلسة السابقة، لم يدرج لأن لم نستلم التقرير إلا بعد توزيع جدول الأعمال. ليش التقرير بتاريخ 13/2 أو بتاريخ يوم الخميس؟ لأن اللجنة عدلت على التقرير اللي قدمته في السابق الاقتراحات الثلاث وضمت الاقتراح الرابع. نهاية الأمر بس عشان الناس تعرف، دمج اللجنة عدم دمجها لا يعني شيء أمام قرار المجلس، فمن يحاول أن يفتعل مشكلة على موضوع دمج اللجنة هو غير صادق ويختلق مشكلة وهمية. وبذكركم بشيء، كلكم موجودين مو في المجالس السابقة ولا في السنين السابقة، في هذا المجلس تم ضم 3 اقتراحات عفو بقضايا مختلفة، نفس الحالة بالضبط بقضايا مختلفة تم دمجهم ولم يعترض أحد ولم يثير أحد أي أمر. لذلك أتمنى من الجميع الالتزام بالدستور واللائحة، وهذا ما سيتم يوم غد. أما بالنسبة للنواب، كل واحد له مطلق الحرية في أن يعبر عن رأيه، وأيضا كل واحد يرجع له مستوى تعبيره عن رأيه. يعبر بأسلوب راقي سيرد عليه بشكل راقي، يعبر بأسلوب غير راقي سيرد عليه باللغة التي يفهمها، أو خل الآخرين يتحملون وزره. والأمر الأخير يعني بالنسبة لموضوع البدون وتزوير الجناسي، بس بعض الأخوة النواب كان لهم رأي، حقك أنك تبدي رأيك وحقك أن تقول رأيك. ابدي رأيك لما نناقش الموضوع في المجلس، أو ابدي رأيك في الجلسة، احنا لنا رأي وانت لك رأي، والعملية الديمقراطية تقول أن الأمور تنتهي بالتصويت. لكن أقولها أن أنا ومجموعة كبيرة من الزملاء النواب مكملين في هذا الأمر إلى الآخر. بالنسبة لسؤالكم على موضوع تقديم البند من عدمه، هو بيد المجلس. احنا من طلبنا استعجال قانون التأمينات، مش هم اللي حطوا قانون العفو الشامل لأولوية. ترتيب الوضع احنا رتبناه كمكتب مجلس، ويفترض الانتهاء من كل بند في مدته، ويفترض الانتهاء من العفو الشامل في مدة محددة. أما التأمينات فهو اللي له الأولوية صراحة، مناقشته اتخاذ قرارات فيه. وبهذه المناسبة أيضا نبارك للأخ براك الشيطان تولي مسؤولية وزير المالية، وكذلك الأخ محمد بشهري وزير الكهرباء، وكذلك الأخ مريم العقيل مسؤوليات الجديدة عليها. فهذا جدول الأعمال حتى الترتيب والتقديم والكذا يكون بقرار من المجلس بعد ما يصدر هذا الأمر. أمر واضح ما يتعلق في العفو الشامل، يفترض الأمر يكون بسيط. إذا واحد محدد رأيه خلص حدد رأيه. المجموعة أنا من ضمن الرأي واللي قلته، اللي أعتقد بأن حضرة صاحب السمو أعطى العفو الخاص، وشنو شيء يقدر يسوي حضرة صاحب السمو ما سواه، فتح الأبواب والمدة نزلت من 3.5 سنوات إلى أيام معدودة، واللي جزاه الله خير كان في عزة ترك في عزاء، واللي يبي يروح المستشفى ترك أنه يروح المستشفى. وأنا أقول هذا الأمر، هذا الكلام وصله باستئذان يعني بوضوح مسؤول أنا عن هذا الكلام. حضرة صاحب السمو ما قصر في كل الأمور اللي قدمها لهم ولغيرهم، أيضا كان في هناك عفو عن عدة قضايا أخرى قام فيها، فشنو المطلوب أكثر من ذلك؟ ولذلك نحن بوضوح شديد نرى بأنه لا حاجة لهكذا قانون في ظل وضع قدم حضرة صاحب السمو بهذا يعني بهذا الشكل. سؤالكم الآخر شنو كان؟ موضوع هو تقديم بند على بند عشان قلت هذا جاوبتك عليها. البنود موجودة كما جاءت في جدول الأعمال، أي تغيير فيها يكون بقرار من المجلس. ونتمنى إن شاء الله أن يعني نصل إلى صيغة مقبولة أيضا في موضوع الاستبدال وموضوع قوانين التأمينات. بنهاية الأمر إراحة المتقاعدين
وإسعادهم ومساندتهم ومعاونتهم هو واجب علينا جميعا، وبالطريقة السليمة التي أيضا لا تضعف المؤسسة مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وأنا واثق أن ستكون هناك حلول ترضي وتساعد إن شاء الله المتقاعدين. أيضا بعد ذلك في ساعتين يوم الأربعاء، بداية يوم الأربعاء فيما يتعلق في قضية الطائرات، وبعدها أعتقد قانون أو اثنين من قوانين لجنة الشؤون التشريعية. مشكورين وما قصرت.